بين محاصصتين، الأولى محلية والثانية إقليمية، تجري عملية تشكيل الحكومة في مشهد متكرر يعقب كل انتخابات تشريعية تجري في البلاد. مصالح تلك الدول تدفعها لمواصلة التدخل دون الاهتمام باعتراضات الأطراف الرافضة للتدخلات، وهو أمر يؤدي بطبيعة الحال إلى تشكيل حكومة بعيدة عن طموحات الأوساط الشعبية. ضمن المحاصصة الخاصة والمحاصصة العامة، المحاصصة الخاصة من خلال ما موجود في الداخل، توزيع المناصب وتوزيع المسؤوليات، وبالتالي الإيرادات الدولية الأخرى تريد أن تبقى لاعبة في المشهد السياسي، لها حضور، لها بصمة من خلال أيضا المحاصصة الموجودة، رئيس الحكومة من الطيف الشيعي، ومن رئيس مجلس النواب من الطيف السني، ورئيس الجمهورية من الطيف الكردي، وبالتالي تعرف كلها تجمع في مصالح دولية تريد أن تبقى لاعبة تبحث عن مصالحها في العراق. يذهب البعض في رأيه بهذا الخصوص إلى أن حالة الانقسام وعدم التوافق التي تعيشها الأوساط السياسية تدفع بعض الأحزاب إلى الاستعانة بأطراف إقليمية لتحقيق أهدافها، ما يفسح المجال أمام تلك الدول للتدخل في الشأن الداخلي العراقي. واحدة من أهم الأسباب التي دعت الأطراف الإقليمية والدولية إلى التدخل في الشؤون العراقية هو عدم التوافق ما بين الكتل السياسية والتناحر الموجود ما بين الكتل السياسية، وبالتالي ذهبت هذه الكتل السياسية إلى الاستعانة بقوى إقليمية ودولية من أجل التدخل في الشأن العراقي، بمعنى أنه من سمح لتلك القوى الإقليمية والدولية أن تتدخل في الشأن العراقي هي الكتل السياسية الموجودة الآن في العملية السياسية بعد عام 2003. إلى جانب ذلك، بدأت بعض الأطراف السياسية بتصعيد غير مسبوق ضد التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، وتحديدا مسألة تشكيل الحكومة، وهي قد تكون أما خطوة تحسب على إنها تلويح مبكر لصد أي تحركات لقلب موازين القوى، أو إنها رد فعل حقيقي على التدخلات الخارجية التي باتت واضحة للقاصي والداني. من بغداد، فاروق صالح، السومرية.